احبط هو يعني اخر الباكوره ديال الافلام ديالي، وان كان يعني تنجز هذه من واحد 3 ولا 4 سنوات. دابا عاد وصل الوقت باش يخرج للقاعات السينمائيه فيلم اجتماعي ذا طابع سيكولوجي، اول تجربه في هذا التيم هذه. وان كان يعني قبل ما ندخل في هذا النوعيه ديال الافلام، عملت فيلم اسمه الشقه 9 اللي كان في التيم هذه. بعد النجاح ديال هذاك الفيلم القصير يعني قلنا بسم الله نتوكلوا على الله في هذا. يا اخي الفيلم عرضناه في اعتقد في 2017 كان جاهز وتعرض في طنجة، ومن بعد عملنا بعض المهرجانات ونال جوائز في مهرجانات، جائزة الكبرى في السعودية، جائزة الكبرى في فاس، على اين خدا جوائز. ولكن نظرا لصعوبة ديال التوزيع مع الأسف لقلة القاعات، والآن اللي وفرت الإنتاج الوطني يعني كان كيخصك تنتظر وتحين الوقت المناسب باش يعني. هذا طبعا كيرجع للموزع لنواسي العلوي، صديق يعني كان حتى هو يعني حمل معنا الهم ديال هذا الخروج. انا نقول لكم واحد السر، هاد لون ميتراج اللي خرج اليوم كان ثاني بروجي عندي في ما كارير زعما داكتريس. عندي تخوف كبير زعما باش نشوف شنو الريزولتا، لانه دازوا بزاف ديال البروجي. كنظن بانني درت ما بتيت بلاص وتعلمت شي حوايج، وخفت لما يكون هذاك الاول بيتيت خدام. مي الحمد لله دابخي الغوتور ديال بزاف ديال الناس اللي شافوا لو مونتاج وشافوا لو ريزولتا، لو فيلم الحمد لله زعما الدور كان مقنع، وكنتمنى ان يقنعني انا حيت شويه صعيبه مع راسي في هاد الحوايج. سورتو السينما هو اللي يعني السينما هو فورما جديد بالنسبه ليا، بالنسبه للجمهور ما عمرو شافني في السينما، دونك انا متخوفه من هاد الناحيه هاد الساعه. مي كنامنه الحمد لله ببروجي، لانه تبارك الله مع المخرج الكبير محمد اسماعيل اللي دار زعما تبارك الله اغاني عن التعريف، والكاستينغ اللي كنت معاه وكنت من الادوار الرئيسيه في الفيلم، يعني بديت بدايه سخونه. ودونك مع منين نكون مع فرح الفاسي، عمر لطفي، فهد بن شمسي، ونتقاسم معاهم هذا الدور، كنظن بانه كان شرف ليا نخدم معاهم، وان شاء الله انا امنه به. وخفي عندي التخوف ولكن مامنه به، لانني فريمون عطيت فيه كاع اللي عندي وكاع اللي كنعرف، وبالتالي ما كنعرفش حاولت نسقلو ونديرو في شي حاجه اللي ان شاء الله نتمنى تعجب الجمهور. الدور الحقيقه كان شويه صعيب عليا بحكم ماشي من عادتي، يعني الدور يعني باش تقمصو خصك شويه اولا باش تدخل لهذا الدور هذا خصك تغامر. فباش نبريباري ليه كان عندي يعني واحد 6 شهور وانا كنوجد ليه. الدور ديالي هو واحد السيده اللي كتوقع في واحد مشكله ديال مع الزوج الام ديالها، كيحاول يعتدي عليها، وملي كتخرج كتقلب على انها تستنجى كتلقى شخص اكثر يعني من الزوج ديال الام ديالها اللي كيتلقى راسها طاحت في واحد الكارثه اكثر من الكارثه اللي كانت عايشه فيها، وكيستغلها يعني في الملهى ديالو الليلي. فكتضطر تصبر باش تبقى ساكته يعني صبوره، خاصها باش تاكل وباش تعيش حتى كتلتقي مع الشخص اللي غادي تبغيه وغيبغيها بحب حقيقي. ومن تما من ديك في ديك اللحظه كتحاول ما امكن تخرج صافي النهار، كتحاول تبدا حياه جديده معه. الفيلم قادر يدافع على نفسه بنفسه، فهمتي؟ مع الأسف كنشوفوا أفلام اللي كترجع الجمهور للعقر دارو مع الأسف، حيت ملي كيخرج فيلم وما كيرضاش غير دار الجمهور وما كي هذيك سمعتي واحد العدد ديال الناس كيبدا يقول لك وإذا كان فيلم مغربي خليه بلاش، فهمتي؟
لكن هذا فيلم تقنيات بوجوه جديدة. يعني أنا أعتقد أن الفيلم غادي ياخذ مكانته ما بين الجمهور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.